استخدم فونديشن ميك اب فوريفر. الحلو فيه انه استخدام يومي. راح استخدم من فتمي كونسيلر، راح انظف فيه الحاجب وتحت العين. راح استخدم هذا اللون، اللون البني من باليت انستاز. راح ندمج الحين الشادو البني على فوق وعلى برا. راح استخدم فتمي مره ثانيه بس بالنص نقطه واحده، وبعدها راح اخذ اللون الاصفر اللي موجود هنا مع الابيض. بعدين نفس اللي استخدمناه فوق على العين راح نستخدمه تحت. راح ناخذ اللون البني مع لون انتقالي شوي، راح اخذ بالنص في نص العين هنا اللون الاصفر والابيض عشان تعطي نفخة تحت العين. بعدها راح استخدم لور مارسي لوس باودر خفيف، راح احط شوفوا طبعا الفرشة زي ما انتم شايفين كيف شكلها، شيء بسيط، وراح اسحبها على فوق. راح استخدم للحواجب جل انستازيا وفرشة انستازيا عشان احدد الاطراف. اوكي راح احط الحين رموش. راح استخدم باليت انستازيا، راح احط لونين من انستازيا، راح استخدم هايلايت انستازيا. تحطونه على الأماكن اللي يسقع فيها النور في وجهكم. راح أستخدم سيل شوك من سويس لاين كايز. طبعاً الشيء الحلو فيه تقدرون تحطونه بالشنطة لأنه مرة صغير وريحته مرة حلوة ويثبت الميك اب حتى لما تصحون من النوم، حلو تستخدمونه.